هنجيب عجينة بوف باستري اللي هي الكاملة، ومعانا ايه؟ سكر بودرة، ومعانا شوكولاتة البرطمانات اللي هي بالبندق، بتبقى خطيرة مع الوصفة دي. هنعمل كده، طبعا الصغيرين والكبار بيموتوا في الشوكولاتة دي. هندهنها كده، شايفين كده؟ بقول لكم مش محتاجة اي حاجة. هنجيب على شكل نجمة، كل واحد بقى يشوف الشكل اللي هو عايزه، انا جايباه على شكل نجمة. اهو في حاجة ممكن نعملها مثلث ساعة تانية. خلاص كده ماشي. بصوا مثلا دي زي ما هي كده هنخبزها. دي ممكن والله احاول اعملها نجمة، احاول، بس ممكن نجمة اصغر يعني. خلاص اهو، بنجيب ورقه زبده ونحطها، ولا بندهن اي حاجه، هي اوريدي فيها زبده وكل حاجه. كل اللي بعمله ان انا، شايفين البيضه اللي انا عملتها وفيها شويه قرفه، هعملها كده بالظبط وادهنها بالطريقه دي عشان تدينا لون حلو، واحطها على ورق زبده وفي الفرن.